الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بخير كتاب أنزل وأتحفنا بخير نبي أرسل وشرع لنا خير دين شرع وجعلنا بالقرآن خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله القائل سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين القائل صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر في الصحيحين البخاري ومسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إخواني وأخواتي أذكر نفسي وحضراتكم بتقوى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد وفي هذه الجمعة الأخيرة من هذا العام الهجري المنصرم أو يكاد ينصرم العام 1442 من هجرة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذه آخر جمعة وعسانا وإياكم إن شاء الله يحيينا الله عز وجل في استقبال عام هجري جديد العام 1443 إن شاء الله في الجمعة القادمة وفي هذه الجمعة عادة ما يكون التقديم
للكلام عن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدروس المستفادة منها، لكنني أرجع بحضراتكم في أسبوعين أو قريبا من أسبوعين عندما جاء علينا عيد الأضحى المبارك وشهدنا يوم عرفة، ومعظمنا قد صام يوم عرفة الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد قبلت وقبل صيام هذا اليوم، وقد كفر سنتين إن شاء الله، سنة ماضية وسنة قابلة، قولوا آمين. فهذا الموسم هو موسم الحج، وموسم الحج إذا قلبنا صفحات القرآن فإنما نجد أن المقصد من الحج هو تقوى الله سبحانه وتعالى. جاء ذلك في سورة الحج في موضعين ظاهرين، وجاء ذلك أيضا في سورة البقرة من الآية 185 إلى الآية 203، والله سبحانه وتعالى يقول سبحانه عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بعدها ببعض آيات يقول سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله. إذن الحج من أوله وآخره هو عبارة عن تقوى الله سبحانه وتعالى، سواء من ذهب إلى الحج أم كان هنا يعني يعبد الله سبحانه وتعالى ويذكره في خلال الأيام التسع من ذي الحجة، ثم يكبر الله تبارك وتعالى في يوم عرفة يوم العيد، ويكون ذلك اليوم لكل المسلمين، يجتمع كل المسلمين. يقول المولى تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول سبحانه وتعالى في معرض حديثي عن الحج في ذبح الأضاحي واللحم، يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فإخواني نجد ذلك واضحا. أما إذا ذهبنا إلى الموسم الذي قبله، أرجع بحضراتكم شهرين من الآن، وهو شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم بالخير، اللهم أمين. يقول المولى سبحانه وتعالى فيه في آية 183 من نفس السورة، سورة البقرة، يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويؤيد ذلك أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن الغرض من الصيام ألا هو يعني الإحساس بالتقوى والإحساس بالقرب من الله تبارك وتعالى، ونحن نتمرس ونتدرب على ذلك في كل عام. أيها الإخوة، هذين الموسمين يجتمع فيهما المسلمين جميعا، ويشاركون الاحتفال بقدوم رمضان وبأيام الحج جميعا، ويعقبهما عيدان: عيد بعد صيام رمضان، وعيد في أيام الحج. وكلا العيدين أيضا يجتمع الناس إلى إقامة شعائر الله سبحانه وتعالى وتكبير الله عز وجل. فإذا يشتركان يعني فريضة الصيام وفريضة الحج يشتركان في أشياء كثيرة جدا، سواء كان القصد منها، وسواء كان اجتماع المسلمين فيها، وسواء كان أن العيدين الوحيدين في العام كله هما بعد الصيام وبعد الحج الذي لم يتركنا إلا منذ حوالي فقط أسبوعين أو أقل. لذلك أحب أن ألفت نظر حضراتكم إلى أننا عندما نقرأ القرآن لابد أن ننتبه إلى آيات الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد، والذي رتب القرآن الكريم هو الله سبحانه وتعالى، والذي وضع سورة الفاتحة في مقدمة كتابه، ثم ثناها بالبقرة، ثم انتهى في نهاية القرآن بسورة الناس، هو المولى سبحانه وتعالى. ومن أسمى الصور القرآنية هو الله عز وجل، ومن رتب الصور من الداخل، رغم أن النزول مختلف. على سبيل المثال، آخر آيات نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وآذانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية في نهاية سورة البقرة، وسورة البقرة كانت تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما هاجر إلى المدينة المنورة حتى
قبض إلى الله عز وجل، يعني في خلال 10 سنوات، يعني في خلال هذه 10 سنوات سورة البقرة تتنزل، آيتين هنا، 5 هنا، 10 هنا، على حسب مقتضيات التنزيل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول لجبريل: قل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: ضع هذه الآيات في مكان كذا في سورة كذا. لا أحب أن أطيل كثيرا في هذا، وإنما أرجع بحضراتكم أن آيات الصيام التي لم يرد غيرها في القرآن الكريم كله إلا في سورة البقرة من الآية 183 إلى الآية 187، ما الذي بعدها؟ الناس في رمضان في روحانيات، في عبادة، في اعتكاف، في صيام، في تلاوة للقرآن، في روحانيات عالية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الكل يقرأ القرآن، الكل يأتي للتراويح، معظمنا يأتي إلى التهجد أحيانا، ما الذي بعدها؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أيها الإخوة الأكارم، إن الدين الإسلامي نظام شامل لكل مظاهر الحياة، فهو ليس فقط إسلام في المسجد فقط، الإسلام معك 24 ساعة، نمت بالإسلام، قمت بالإسلام، طالب بالإسلام، تاجر بالإسلام، طبيب بالإسلام، داعية بالإسلام، تتكلم بالإسلام. إذا أردت أن تأخذ هذا الدين فخذه كله. يا أيها الذين آمنوا، 208 سورة البقرة، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلماذا جاءت آيات الصيام وبعدها مباشرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون؟ أيها الإخوة الأحبة الأكارم، من منكم يريد أن يظلم؟ من منكم عاملا يريد أن يعمل ثم في نهاية المطاف يقول له صاحب العمل: أنت لم تعمل جيدا، اذهب، ليس لك ما اتفقنا عليه، العقد قد فسد؟ من منكم يريد أن يزوج بنته مثلا ثم يجد أهل العريس أو أهل الزوج قد يعني رجعوا عن اتفاقاتهم ولم يعطوا المهر أو أخذوا البنت أو كذا ما يحدث في الجالية من مشاكل اجتماعية وغيرها؟ أليس ما يحدث كثيرا من الظلم؟ أحد الناس مثلا يقول لي صراحة، يقول لي: يا أخي أنا في بلد كذا، لا أحب أن أسميها حتى لا يفهم الأمر خطأ، في بلد كذا أعطي مصاري الأموال التي أفعلها إلى أخي في بلد الكذا، فهو يبني بها العمارات ويعني يعمل بها التجارة والبزنس وغيره، فلما أردت أن أنزل قال: ليس لك شيء. قلت: ليس لي شيء، والأموال التي يعني أعطيها وأبعثها يعني شهرا بعد شهر، سنة بعد سنة، أقول لي في عمارة الفلانية، البزنس الفلاني، التجارة الفلانية. فلما ذهب الرجل ليرى أمواله وليرى ما ادخره لمستقبله ومستقبل أولاده، فلا شيء. ألم يحدث مثل هذا مع حضراتكم؟ ألم تسمعوا مثل هذا قد حدث في أحد أقاربكم؟ أحد الإخوة يأتي إلي فيقول: عندنا في بلد كذا أيضا اشتريت بيت ضخم في البلد، أصلا الأرض فيها غالية جدا جدا جدا، ثم عملها دار يعني ما شاء الله يعني أتمها وأحسنها، ثم هو هنا في أمريكا فلم ينزل إلا القليل، فلما نزل طبعا معروف أن فلان غايب والبيت مقفول، فواحد من الناس مسنود من أناس ظلمة، من مسنود مرة ثانية من أناس ظلمة، فدخل الباب وغير القفل وباع البيت وأكل ثمنه، فصاحبنا لما ذهب بيفتح الباب لم يفتح، فقيل له: البيت هذا بيتي أنا، من أنت؟ أنا معي ورق، وهو الورق صحيح بس صاحب الورق أصلا مزور. الله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. ماذا قال المفسرون؟ قالوا: إن الرجل يأكل مال أخيه أو مال الناس وهو يعلم أنه ظالم، فيقول له: تعال بنا للمحكمة، تعال بنا إلى القضاء، وهو يعلم أنه ظالم وليس مع الخصم دليل. يروي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، إنه قال: إنما أنا بشر، صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه، وإن أحدكم ليأتي إلي خصم، فالخصم 2، واحد يختصم الآخر، فيكون ألحن بحجته،
يستطيع أن يتكلم بطريقة فيها من البيان والفصاحة والبلاغة، فيكون ألحن بحجته، يعني يبين أنه على الحق، فأقضي له. فإذا قضيت له، هو يعلم أنه حرام ويعلم أنه يا إخوة، ليس معنى أن الإنسان فينا ذهب إلى المحكمة والمحكمة أعطته يعني decision، قرار في كذا أو في كذا، طلاق ولا زواج ولا تجارة، أنه على الحق. هو يعلم أنه على الباطل، لأنه ما بينه وبين الله يختلف على ما بينه وبين الناس. وإنما الآية الكريمة، الآية رقم 187 من سورة البقرة، تدل على أن الإسلام دين ودولة، على أن الإسلام ليس فقط روحانيات في المساجد، نأتي إلى المساجد ونلبس مثلا الطاقية البيضاء أو الجلابية البيضاء ونتكلم الكلام الطيب ونرحب بالناس بالكلام الذي يحب أن يسمعوه، ثم بعد ذلك نأكل أموالهم، أو يعني والعياذ بالله نخونهم في أماناتهم، أو نفعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. فإذا الدين المعاملة كما قال الناس، ويعني بعض الناس يحسبه أنه حديث وليس بحديث، وإنما معناه صحيح. طب ماذا عن موسم الحج الذي هو قريب الشبه بموسم الصيام، التقوى والعيد واجتماع المسلمين، فعبادة جماعية كما أن الصيام عبادة جماعية. فبداية وأتم الحج والعمرة لله، تنتهي بالآية 203. ماذا في الآية 204؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. بعض الناس يعني عندما تتكلم معه لك والله يا أخي أنا أول مرة رأيته أحببته، لسانه طيب، يعني يقول الله يعلم ما في قلبي، أنا أحب كذا، أنا كذا، ويشير على نفسه أنه تقي وأنه نقي وأنه وأنه وأنه، وهو ثعبان ماكر، وهو منافق معلوم النفاق، وهو لدد خصوم جهول ظلوم، يعلم نفسه أنه منافق، لكنه يحب أن يحلي لسانه حتى يكون أحلى من العسل، وهو أمر من الصبر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن النفاق قد استولى عليه، فيتكلم بكلام ليس في الحقيقة. وهذا في الحقيقة يعني قد حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وآله وسلم قد وقع في مع أمثال هؤلاء. يأتيه أحد الناس فقل يا رسول الله، نحن أسلمنا، نحن كثر، نحن قبيلة كذا وكذا، ونحن ونريد من يعلمنا الخير، نريد أن من يعلمنا القرآن يا رسول الله، ويبدأ يتكلم معه أنه رسول الله، يعني أنه مؤمن، ويتكلم أنه يحبون أن يتعلمون القرآن. إذن إن أناس أتقياء أمقياء يحبون أن يتعلموا كتاب الله. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هؤلاء؟ يرسل إليهم خيرة البشر، القراء. القراء زمان اسمها العلماء، مش معناه أن يقرأ القرآن، القراء هم العلماء، ومن ضمن ما عندهم من العلم القرآن الكريم. فيصطفي النبي صلى الله عليه وسلم خيرة الصحابة القراء منهم، من يعلمون الناس أمور دينهم، فيبعثهم فيقتلون جميعا عن بكرة أبيهم إلا واحدة، هو الذي وصف ما حدث هناك. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يأتون فيقول يا رسول نحن كذا ونحن كذا، أو يتكلم معك فيعطي لك يعني طريقة هكذا حتى تقع في شراكه. بعض الناس للأسف الشديد عنده بيزنس مثلا أو شيء، طبعا ليس كل الناس هكذا، إنما نتكلم فقط عن من تعفن قلبه والعياذ بالله، يأتي لك حتى أحيانا يعطيك من البيزنس، أحيانا أول مرة تتست عشان تذوق، يعني تقول ما شاء الله ده ممتاز أسعاره كذا، ثم المرة الثانية يعني يأخذ العمل ويعني يفعل فيك ما لا يفعله الكافر والعياذ بالله. فلذلك أيها الإخوة، ينبغي أن يجتمع عند المسلم الدنيا والآخرة. إنما هذه الآيات لتوضح أن الإسلام فقط ليس إسلام الروح فقط، إنما الإسلام أيضا أن نتعلم ما تعنيه الآيات والأحاديث والأخلاق الإسلامية، ثم نطبقها في الواقع. ليس فقط الإسلام فقط دين هز رؤوس، وليس الإسلام فقط أن نأتي إلى المساجد ونصلي،
إنما الدين المعاملة. كيف كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كيف كان من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عندما يتخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما وصفته عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، أي كان قرآنا يمشي على الأرض. عندما تأتي امرأة كبيرة في السن في 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 مكة المكرمة، عجوز، امرأة عجوز كبيرة في السن، تقول يجدها النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع أن تحمل ما تحمل فوق رأسها من العفش والقش والحطب، فيقول يا أمه عنك، فيحمل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فوق رأسه صلى الله عليه وسلم فوق كتفيه، ويمشي كما تريده، امشي كذا البيت كذا، حتى ما وصل إلى البيت قالت والله يا بني ما عندي ما أكافئك به، إنما أقول لك نصيحة، هناك واحد يدعي كذا كذا اسمه محمد. فقال يا أمه أنا محمد، فبين لها أنه هو الشخص الأمين اللي ذهب معها وتواضع لها صلى الله عليه وسلم، فأمانت المرأة صلى الله عليه وآله وسلم. وكم ما كان من الصحابة الكرام رضي الله عنهم من الجمع بين الدنيا والآخرة، والجمع بين الروحانيات والماديات، والجمع ما بين أخلاق الإسلام نظريا وتطبيقها في أرض الواقع. أقول لكم يا أيها الإخوة، وأقول نفسي أولا وأنصح نفسي وحضراتكم، أننا ينبغي أن نعقد صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى في عام هجري جديد، بأن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي إخواننا وفي أسرنا وفي أهلنا، سواء كانوا هنا أو هناك. والله يا إخوة، ما يحدث الآن في العالم العربي الإسلامي إلا خلاف ما في هذه الآيات. لا أحب أن أدخل في دولة كذا أو في كذا حتى لا ينفعل البعض وتقول دخلونا في السياسة، لكن إذا كنا نحن المسلمين أتعس بلاد الأرض الآن بلاد المسلمين. فلماذا؟ لأننا أخذنا القرآن ورميناه خلف ظهورنا. من يجلس منا الآن، من يجلس منا الآن قد يكون قريبه فلان الفلاني المسؤول في الدولة الفلانية والمسؤول في الدولة الفلانية، فإذا جئت بسيرة كذا وكذا يعني تثير الأحقاد والبغضاء. يا إخوة، طب إحنا مسلمين، طب إحنا عندنا كتاب واحد، طب عندنا آيات واحدة، رسول واحد، قبلة واحدة، فلماذا نختلف كل هذا الخلاف؟ إلا أننا والعياذ بالله لا نتبع مسار هذه الآيات. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويعني ما يحدث الآن في بلدي كذا وكذا إنما هي نفس الآيات. ومن الناس من يعجبك قوله، فلان فلان لما طلع رئيس الكل حب وقال فلان ده هو المخلص للدولة الفلانية الفلانية، ثم هو يصادر الحريات ويعتقل الناس. في رئيس حكومة شفتوه في حياتكم يعني يختفي كده عن الملأ ويتعذب ويحصل فيه ما يحدث والناس ما تعرفش هو فين. بالله عليكم، هل يحدث هذا في بلاد الكفر؟ والله لو حدث في بلاد الكفر الناس هتخرج في الشوارع، لا يمكن أن يعني تبيت في 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 ديارها إلا بعد أن يظهر هذا الحق. يعني فحري بنا أن نرجع جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. والله لو رجعنا إلى الله عز وجل، ولو رجعنا إلى مصير أو هدف الآيات في الصيام وفي الحج، لما أكبر عبادتين يتجمع فيهم الناس ويعقبهم عيد والأصل فيهم التقوى، فأين التقوى في حال المسلمين الآن؟ لا أحب أن يعني نجعل أنفسنا داون، يعني نحطم من المستقبل، ولكن لابد أن يكون عندنا أمل. لكن لا يمكن أبدا يكون هناك أمل إلا إذا كان هناك تطبيق للقرآن الكريم ولآياته، والإنسان يفهم ما معنى أن الآية دي تيجي بعد الصيام والآية دي تيجي بعد الحج. إحنا ما ألفنا شيء، ارجعوا للمصحف الشريف شوفوا آيات الصيام تبدأ 183 وتنتهي عند 187. طب 188 ليش ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الآية بعد تلك؟ وليش بعد آيات الصيام لا جعل ومن الناس من يعجبك قوله، وبعدها مباشرة الآية اللي هي آخر آية 207 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟ مش منافق بقى، ده ستريت يعني صريح، هذا عنده من الأموال ما شاء الله، ما زاد يعني أصبح يعني رجل غني، غني بمعنى غني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. صهيب الرومي رضي الله عنه جاء إلى مكة المكرمة وقد كان مكان، ثم يعني رضي الله عنه يعني أراد المشركون أن يأخذوه ويأخذوا أمواله، فقال أنا رجل كبير في السن خذوا مالي، فباع ماله لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يشري أي يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله رب العالمين وأمان الخائفين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخواني وأخواتي، أذكر نفسي وحضراتكم بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بالقرآن ومحاولة فهم كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل بما فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أسأل الله عز وجل أن يكون وإياكم من المتدبرين لآيات القرآن، العاملين بما فيها، المؤثرين الآخرة على الدنيا، حتى وإن كان في أهلنا وأقاربنا وأسرنا وأهلنا. اللهم أمين. إخواني، أحب فقط إعلان صغير جدا، وهو أن احنا في معهد القرآن الكريم في مدرسة الفول تايم سكول. هذه المدرسة ليست فقط تدرس القرآن والأحاديث النبوية أو التربية الإسلامية واللغة العربية فقط، وإنما أيضا هناك فول تايم سكول، بحيث أن الطالب يكون فيها يأخذ كل المواد الدراسية، ثم هو مع ذلك يدرس أيضا المواد الإسلامية حتى يكون حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن حصص القرآن حصص تفسير القرآن حتى يفهم القرآن، كما بينا لحضراتكم الآن أن هذه الآية في سورة البقرة، وسورة البقرة هي عماد القرآن كله. لماذا؟ لأن هي فيها القواعد الأساسية للإسلام كله، عشان كده جلست تنزل 10 سنين على النبي صلى الله عليه وسلم، من الآية الأولى فيها لحد الآية 286، وفيها من المعجزات ما فيها. لكن سبحان الله العظيم، أحيانا بعض العرب ما يفهم معنى الصمد، قل هو الله أحد الله صمد، ما يفهم معنى الصمد، ما يفهمش معاني بعض. فنريد من هؤلاء الجيل الجديد، الفيوتشر بتاعنا إن شاء الله، أولادنا وأحفادنا إن شاء الله تعالى، يفهموا وضزت مين، ما معنى القرآن الكريم، إيه معنى الآيات ديات، كيف نتفاعل معها، كيف نطبقها. فعندنا في معهد القرآن في أحد البرامج اسمه الفول تايم، عندنا يدرس الماث والساينس واللانجوش أرت والسوشيال ساينس، ولكن مع ذلك أيضا هناك يدرس التربية الإسلامية واللغة العربية إلى جانب القرآن الكريم. 3 حصص يوميا، منها 2 حفظ ومراجعة، واحدة للتفسير. وعندنا الحمد لله مدير للمعهد اسمه الدكتور ناجي عبد الجبار. دكتور ناجي عبد الجبار كان عميد كلية اللغة العربية في برزيت، جامعة برزيت في فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح أمامنا الباب إن شاء الله للذهاب لزيارة المسجد الأقصى، اللهم أمين، وأن يخفف الله عنا وعن إخواننا في فلسطين، في القدس، وفي غزة، وفي كل مكان، اللهم أمين. فدكتور ناجي خبرة في البلاد، وأيضا جاء لهنا وأسس البريدج أكاديمي في هامتراميك، وجلس 17 عاما يعني مدير لهذه المدرسة، أسسها من A to Z، والآن المدرسة ما شاء الله ضخمة وفيها ما يقرب من 1000 طالب، فهو جدير بالإدارة بسم الله ما شاء الله. ونحن أيضا عندنا المدرسين الأكفاء بسم الله ما شاء الله، المتخصصين في القرآن وفي التربية الإسلامية وفي اللغة العربية وأيضا في بقية المواد. فأدعوكم لتسجيل أبنائكم، وإن شاء الله في فلايرز برا المسجد، واحدة بتتكلم عن المعهد والمدرسة الفول تايم، وواحد أيضا عن المدير الدكتور ناجي وخبراته. فأدعوكم إلى ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نعتني بأولادنا في هذه البلاد، وأن يتربوا وينشأوا نشأة طيبة إسلامية إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهدي بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا رب لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. آمين آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واستووا تراصوا واعتدلوا أكبروا الله بقلوب خاشعة وصلوا صلاة مودع يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.